نظمت الهيئة المصرية لشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا مؤتمرها الصحفي الأول لإطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول تحت رعاية الرئيس السيسي. وأشارت الهيئة إلى أن رؤية الحكومة تأتي في سياق أجندة الاتحاد الأفريقية، والتي أكدت أن الرعاية الصحية تأتي في أولويات اهتمامات القادة الأفارقة. كما أوضحت الهيئة أن مصر تتبنى سياسة تكاملية مع جميع الأشقاء الأفارقة من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة. توطين صناعة الدواء، توطين صناعة اللقاحات، توطين صناعة الأجهزة، توطين صناعة المستلزمات الطبية، توحيد المعايير والقوانين، تدريب الكوادر الطبية، التكامل ما بين أفريقيا كقارة والدول الشقيقة والصديقة عربية كانت أو غربية، الارتباط والتكامل في المفاهيم الصحية، كل ده بنحاول نجيب عنه من خلال مؤتمر أفريكا هيلث إكسكون، والذي يتشرف برعاية السيد الرئيس له. طبعا المؤتمر ده مهم جدا في المرحلة دي، لأن طبعا المؤتمر ده هو له شقين، شق فيما يخص الجانب الطبي، وفي هيبقى في جلسات كتيرة جدا تدريب وجلسات تأهيل بالنسبة للمجال الطبي، وفي برضو جزء صناعة الأدوية اللي هي جزء مهم جدا، ولثبت طبعا أزمة الكورونا إن مهم جدا وجود صناعة قوية ووجود صناعة تبقى تخدم الأمن القومي الدوائي